اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عقدت اجتماعها الثاني برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. هذا الاجتماع شكل فرصة لعرض مقترحات وتوصيات ومشاريع قرارات اللجان الموضوعاتية الخمس التابعة للجنة التقنية في إطار تفعيل مضامين التوجيهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 أغسطس 2022. كل المقترحات اللي تم البلور ديالها الصيغه النهائيه غتتم التقديم ديالها في اخر يناير، وهذا الشيء غيسمح يعني اللجنه العبر الوزاريه اللي تترأس رئيس الحكومه باش تجتمع خلال يعني بالضروره خلال شهر فبراير وتقدم يعني الطرق والسبيل يعني لتفعيل التوصيات بعد الخطاب الملكي السامي ديال 20 غشت الماضي. كانت المناسبه لتقديم حصيله عمل اللجان الموضوعاتيه التي اشتغلت لمده شهرين منذ الاجتماع الاول لهذه اللجنه التقنيه بتاريخ 14 نوفمبر، فكانت هنالك نقاش هام حول العديد من المقترحات اللي جات على مستوى كل لجنه. اللي نذكر به هو انه هذه اللجنه الموضوعاتيه تهم مجال تشجيع استثمار المغاربه المقيمين بالخارج بالمغرب. اللجان الموضوعاتية تهم مجالات تشجيع استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب وتعبئة الكفاءات منهم للانخراط والمساهمة في الأوراش التنموية بالمغرب، علاوة على الاشتغال على صياغة مقترحات تروم تحسين مجال حكامة ملف المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى المؤسساتي.